عن نفسه. قلت لك يقدر يأخر الموت لكن ما يصير يدفع الموت عن نفسه. الحمد لله ناظر إلى هذا. فيقول خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتى، وخير لي باختياري خيرت، وخير لي مصرع أنا لاقيه، راح ألتقي هالمصرع. ومن هنا أنا راح أطلع من هنا، مصرعي ليس هنا، مذبحي مقتلي ليس هنا في مكة، وإنما في مكان آخر في كربلاء. وخير لي مصرع أنا لاقي. اتحدث عن طبيعتك أني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. هذا بين يوم الثامن من شهر ذي الحجة، فكانت أول أحداثي مسيرتي ثورة الحسين، الأيام الأولى اللي بدأت بها الثورة، يعني تو عمر الثورة قد ولد. بعد المدينة الحدث الثاني المهم هو خروج الحسين من إيش؟ من مكة. فخرج بعد أن ألقى بهذه الخطبة خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت. شوف التسليم لقضاء الله، وشوف شلون الإمام يحمد الله على هذا القضاء، فيقول رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجر الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته بل هي مجموعة معه في حظيرة القدس يوم القيامة، تقر بها عينه وينجز بها وعده، ألا من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معي مصبحا غدا إن شاء الله، ثم أحل من إحرامه. اتسنم المنبر واستهل بخطبة حسين، لابطال حول مسلحا يا تلتفت صوبه، والحرم كلها مكتر بجانب على الناياس، وقبال عيني انتخط ضيغام العباس، ناشر الراية على الأخو ومفرع الراس، والله عجب هالراس كان انفضخ نصفه. يا ويلي وحسين يحكي بخطبته كنا سيل سايل، كل من يريد النصرتي من هالقبائل يسرع تراني من الصبح بالضعان شايل، من الصبح باشيل بهلي والشياهي. إذن ليش جيت يا أبا عبد الله إذا أنت بتطلع؟ قال أنا جيت من المدينة بالأهل للبيت الأعظام، أنا خايف جيت ملتجي بالليل لظلم، وأقول بجوار الحرم ما ينسفك دم،
لأن الأمر شايد بقلبي يا مسلمين. ليش؟ ما الذي سيجري؟ قال كني براسي فوق راس السمهرية، وكني بجسمي الدوس الأعوجية، وهذا الأمر خط بالقلم الباري علي، باللوح ما في مفار عن خطة البيت. يا ويلي وطافوا سعاب البيت محمود المعاني، يوم الذي فيه الذبايا يا مسلم هاني، الإحرام حل وزلزلين ركن اليماني، وانزع مخيط والخلق كلهم محرمين، ابشات وضحايا الضحيل حجاج يا وما حسين بضحي بالبطل عبا، وما بني مية قصدهم ها وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشارفت الحطيم وزمزم لم يدري أين ينيخ بدن رحاله، فكأنما الماء عليه محرم، فغدت أم به العراق نجائب يا الله.